نمنا فغنا بالليل ان الثلج راح مكسر الخيم فوقنا، جبنا الكريكات وبلشنا نشيل من فوق الخيام، علقنا الصوبات للاولاد ودفيناهم وبلشنا نشيل من فوق الخيام. الصياخ تكسرت، اكثريتها تكسرت بالخيام، ونزلت علينا الخيام من فوق، بلشنا نشيل من فوقها ونشيل من حواليها مشان ما تفوت المي علينا. واسوأ من هيك حاله ما راح يصير. ما في نص ساعة اللي هيك بتشيل الثلج من فوق الخيمة. اللي لحق وعنده عيال وشال الثلج يعني أنقذ براكيته، أنقذ عيلته وما تكسرت، واللي ما عنده حدا تهدمت عليه البراكية. عادي الحساسة واحد بدي عارف يرتبها. ما حسينا مدري اللي قام بتسجل الدنيا. وبهالليل ولدنا قبل وين نروح؟ ما شفنا الثلج اللي جانا، بركت البراكية علي. شحطت حالي اللي هي نام في الشطرة. شو بدي أساوي؟ مأساتنا احنا هي شغل 30 خيمة، والبارح كل الليل تثلج، في أربع خمس خيام انهدمت وفي تحتها أطفال، وهاي وحدة منهن. البارح طلعنا منهن واحد، أقسم بالله غصب طلعناه، والثلج وقف فينا نص متر، وبدنا تدفية ولا حطب ولا شيء، والخيم إذا مو واحد واقف فوقها وشيل الثلج بدت تنكسر تحت الأطفال، وهاي حالتنا. أحمد من ريف المعرة الشرقي، جعنا نعاني من الثلوج وأطفالنا تحت الثلج، وكل الليل نعزل وراها رجلينا وارمي، ما عاد نقدر، ما عاد قدرة على هالحياة، حياة صعبة والله، هي ظهورنا ما عاد نقدر نرفعها.